إخواني وأخواتي في كل الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كل عام وأنتم بخير. 6 رمضان، الحلقة السادسة في رمضان. طيب أنت دلوقتي حضرتك إيه أول حاجة تعملها حضرتك إذا جالك ألم الركبة، هجم عليك ألم الركبة أو هجم عليك ألم الغضروف لأي سبب، أو هجم عليك ألم ضيق في قناة النخاع الشوكي، أي ألم من الفقرات وأي ألم من الركبة، لو هجم عليك إيه أول حاجة تعملها بعد ما تكون اتشخصت والدكتور قال لك التشخيص، او عملت اشعة وتشخصت، او انت عارف ان انت عندك مشكلة في الركبة والوجع بيجيلك باستمرار، او انت عارف ان في مشكلة في العمود الفقري والوجع بيجيلك باستمرار، اول حاجة تعملها، اول حاجة انك تلجأ الى الراحة، اول حاجة العلاج المجاني الراحة، تلجأ الى البيت وتلجأ الى الراحة وتهدي حالتك النفسية تماما، لان الهلع من الالم والخوف من الالم بيضاعف حجم الالم وبيخلي الحالة النفسية السيئة دي تزود الالم عشرات الاضعاف من المرة، تمام؟ فاحنا دلوقتي الحاجة اللي احنا بننصح بيها، اول ما حضرتك عارف ان انت جالك النوبة او جالك الاتاك او جالك الحاجة، الحاجة اللي انت تعملها اول حاجة الجأ الى الراحة، تمام، واهدي حالتي النفسية، اعرف ان انا هخف باذن الله بدون اي حاجة، تمام، مش اخاف وانزعج وحاجة زي كده، وما تلجأش الى المسكنات. لو انت عارف ان المشكلة عندك هي الغضروف، يبقى الحاجة اللي انت بتعملها انك بتاخد علاجات التهاب الاعصاب وتلجأ للراحة وتحسن حالتك النفسية. لو انت عارف ان المشكلة هي الركبة، برتاح خالص واريح حالتي النفسية وابتدي اخد مغذيات الركبة واخد مرخيات العضلات، الحاجات اللي بتريح العضلات اللي حوالين الركبة والعمود الفقري. يبقى اول حاجة نعملها ايه؟ نهدي حالتنا النفسية ونلجأ إلى الراحة. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم بالفيديو ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.